في عيد عمال مصر هذا العام؟ والله احنا بنبتغي في عيد العمال ده يبقى عيد يعني ايه مختلف عن الاعياد السابقه، خاصه وان الرئيس اعلن ان هيتم يعني ايه هيتم اعاده تطوير شركات قطاع الاعمال العام اللي شهدت خلال الفترات او السنوات الماضيه اهمال شديد لدرجه انها وصلت انها بتعمل الان بطاقه لا تزيد عن نسبه تتراوح ما بين 20 الى 40%. وجود شركات تشتغل ب 70 80 90% من طاقتها هيعيد للعمال رونقهم من جديد، العمال هتقدر تاخد حقوقها، العمال هتقدر نحقق لها جزء من العداله الاجتماعيه، لكن من غير فلوس والمكان واقف بالتاكيد مفيش لا تحقيق عداله اجتماعيه ولا تحقيق المكان اشتغل وبقى فيه فلوس؟ لا دلوقتي لسه هو دلوقتي الرئيس اعلن ان في طالما يعني ايه هو كان في خطه الحكومه لتطوير الشركات بدليل ان هو تم تعيين وزير جديد لقطاع الاعمال العام، تم دلوقتي جت شركه امريكيه لتطوير شركات الغزل والنسيج، في اربع شركات تقدموا لتطوير الحديد والصلب هيتم يعني اختيار شركه منهم، هناك نيه لتطوير باقي الشركات، والرئيس اعلن ان في يعني ايه او رئيس الوزراء اعلن ان التطوير ده هيتم من خلال ثلاث حالات، الحاله الاولى ان هو هي مثلا هيدخل مستثمر يبقى يزود راس المال بنسبه لا تتعدى نسبه الحكومه، فيه كمان يعني هيتم برضه طرح بعض الاسهم من 10 15% في البورصه، هيتم برضه بعض الايجارات التمويليه. وده يعني ايه احنا المهم احنا عندنا المهم خلال الفتره اللي جايه ان المكن يشتغل، احنا نفسنا المنشآت الصناعية ترجع تشتغل تاني، لان احنا خلال الفترة يعني في ازمة الدولار اللي فاتت اكتشفنا ان احنا بنرتكز على ركائز اقتصادية للأسف. موضوع المصانع المغلقة والعمال الذين كانوا يعملون في هذه المصانع يعني اين هم الان؟ هو طبعا احنا عندنا 12.7 تقريبا دلوقتي نسبة البطالة، ودي نسبة كبيرة جدا، هما في كتير منهم لسه في الشارع، وعندنا قطاع برضه بقى في الشارع هو قطاع السياحه، فعشان كده احنا بنطالب بتشغيل المصانع المغلقه، وتشغيل المصانع الشبه متوقفه، احنا عندنا شركات كثيره للاسف اغلقت دون مبرر زي شركه النصر للسيارات مثلا. كلام سليم؟ تم تصفيتها يعني اغلقت لاسباب، مع ان لغايه دلوقتي في شركات قطاع خاص بتيجي تعمل شغل جواها في على المعدات بتاعتها وتمشي. يعني كان فيه محاولة لتخريب كل الشركات، طالما الدولة لديها نية الآن إن هي تعيد تشغيل المصانع تاني وتعيد عجلة الإنتاج تاني، أنا بعتبر إن ده وده أكيد ده هينعكس على الحركة العمالية بشكل إيجابي بشكل إيجابي، وأنا بعتبر إن دي مفاجأة عيد العمال هذا العام. مفاجأة عيد العمال، طب يعني ده معناه إحنا فعلا مقبلين على أوضاع أكثر إيجابية بالنسبة لعمال مصر؟ الرئيس قال في خطابه من ضمن ما قال ان احنا عايزين نعمل ركيزه اقتصاديه هنا في مصر ترفع شعار صنع في مصر. كلام سليم؟ ده معناه ايه؟ ما هي عشان اعمل شعار رفع يعني ايه صنع في مصر؟ ده محتاج شركات ومصانع. مش هقدر بالوضع الحالي ده. ما هي المشكله المصانع موجوده بس مقفوله او اللي مفتوح فيها ممكن ما فيهاش مواد خام. ده صحيح. يعني ده مكان متهالك. بالظبط. يعني معدات متهالكه، ما بنقدرش نجيب مواد خام. ما عندناش فلوس نجيب مواد خام، لو جبنا كمان المعدات الحديثه محتاجين نطور العامل عشان يقدر يتعامل مع هذه المكن، لابد من تفعيل كمان مراكز التدريب خلال الفتره الجايه عشان نقدر نقوم بهذه المهمه. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ مجزي بدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وتعالوا نشوف